وسهلا بيكم مرة تانية في برنامج لعبة في لعبة على موقع سوبر مام. النهاردة هنعمل مع بعض لعبة بسيطة جدا باستخدام أدوات موجودة في المطبخ عندنا بتساعد الأطفال الصغيرين على إن هم يتعلموا من العد، وهي مناسبة للأطفال في الأعمار بتاعة ما قبل الحضانة والحضانة كمان. للعبتنا النهاردة محتاجين صينية كب كيك، ممكن كرتونة بيض مكانها، كورن فليكس أو حبوب أو أي حاجة تانية احنا عايزينها، ورق أبيض، مقص، وقلم ماركر. هنبتدي بان احنا ناخد دوائر على مقاس حلقات الكب كيك ونقصها. لو كرتونة بيض ممكن نكتب عليها على طول، مش محتاجين نعمل الحركة دي. وعلى قد العينين بنعمل دوائر وبنكتب عليها الأرقام، مش شرط أرقام بالترتيب، ممكن أرقام عشوائية. لو طفلنا في المدرسة وبيدرس رقم معين الأسبوع ده وعاوزين نركز عليه نركز على الرقم ده. نغيرت كورن فليكس عشان يبقى ملون كده شوية. والمطلوب ببساطة ان الطفل يحط في كل عين الرقم المكتوب بالكورن فليكس او بالحبوب الموجودة. بس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتعملوا لايك شير مع الجميع، وما ننساش نعمل سبسكرايب. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم على خير المرة الجاية ان شاء الله. سلام.